أهلا، أنا محمد أحمد. النهاردة هنعمل اللعبة بتاعتنا. أنا جبت القرد وجبت الخلفية والتفاح. دلوقتي هنضيف للقرد التعليمات. هنجيب أول حاجة العلم، وتاني حاجة الصوت بتاعه عشان يعمل الصوت، تالت حاجة كرر بالاستمرار عشان يكرر الحاجات التانية، ورابع حاجة نجيب اتجه نحو مؤشر الفأرة، ورابع حاجة نجيب تحرك 20 خطوة، بعديها نجيب التحكم ونجيب منه انتظار ثانية 10 إلى 10، ونجيب اللي هي انتظار 1 من 10، ونجيب اللي هي متخرجش من الحافة، هي متخرجش من حافة، ودي معلوماته. دلوقتي هنجيب معلومات التفاحة اللي احنا هنضيفها. اول حاجة نجيبها العلم، بعديها نجيب اللي هي تظهر، يعني تظهر، بعديها نجيب اذهب الى موضع عشوائي، بعديها نجيب كرر حتى اللي هي ديت، بعديها نجيب الملامسة اهيت مؤشر الفارة، ونختار منه تالت واحدة اللي هي المونكي، بعديها نجيب من بعد الحركة تحرك.